الهجوم على أسامة مروة وغت مروان لهذا السبب شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع أسامة مروة اللي تعرض لموجة من الانتقادات بعد نشره مقطع ريل على الإنستغرام. كان هذا المقطع من إحدى فيديوهاته السابقة أكلت ذهب ليوم كامل، وكانت تعليقات المتابعين لأنه المقطع كان عبارة عن تبذير وأحسن لو اتبرع بالمبلغ، لكن الجمهور أسامة دافع عنه وأكد أنه الفيديو كان عبارة عن تجربة للأكل فقط، وأكدوا أنه أسامة مروة من أكثر الناس اللي بيتبرعوا للمحتاجين. نمر إلى اليوتيوبر غت مروان اللي كمان تعرض لانتقادات من طرف الجمهور بسبب ذهابه المستمر لبيت خطيبته، وكان هذا هو توضيح غت مروان عن هذا الموضوع. سارة، الناس عم بتقلي تقل حالك كله بقى يجي لعندك، تخيلي؟ شو اللي تخيل؟ عن جد صح كلامون، يعني تقل حالك شوي، شو هاد مسترايح جاي رايح جاي؟ لا عم بمزح، والله غير تيجي معي، تعالي التاكسي يا عدوبي يلا. بس والله عن جد على فكرة يعني ما بيجي لعندنا كثير، يا دوب مرة كل قد ايه؟ يعني كل شهر مرة، يعني ما كثير بيجي لعنا أبداً. شهر ولا شهرين؟ شهرين، كل شهرين اللي بدك إياه أنت. ما بيجي كثير.